طيب خلينا كده نكون واضحين في النقطة ديت ونكون يعني محددين فيها، لأن هي فعلا محل خلاف دلوقتي. حاجة من الاتنين، يا يفرض أمور يتسلط فيها، ما انتش زاير أهلك مع إن الأمر الشرعي، أصل الحديث وهي دخل أبوها الجنة يا جماعة، منع الزوجة من زيارة الأهل في أسباب، رجعوا لجمهور العلماء إمتى يحق له إنه يمنعها من زيارة أهلها؟ لو في زيارة أهلها تخبيب عليها في حياتها. رقم اتنين، إن الطريق اللي بيودي ليها غير آمن وهو غير موجود علشان يوصل يبقى فيه أمان في الأمر. رقم ثلاثة، إن المكان ده مكان فسق وفجور يعود عليها، لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا. أو إن الأمر دوت فيه مجموعة من الصحبة ضد أو يعني عكس اتجاه قال الله قال رسول الله، فبتيجي الزوجة مخببة على البيت كله. بس هنا ساعتها خلاف كده، لا دي من الرحم، صلة الرحم دي من الرحم، وان هي لكن ما يجرش الامر دوت على البيت او كذا او كذا، ده جزء. او تبقى الحنانة اللي على طول انا عايزة اروح هناك فاقعد في بيت اهلي وكذا، فيجي يتسلط في امر زي دوت، لا الموازنة في الامر سواء من هنا او من هنا. او ان الطرف يقول لك لا انا ما هو ده راحتي وده مكاني وانا ده قراري وانا عندي نوع من انواع الانسحابيه او الاتكاليه على الاخ، على اي فرد تاني خلاف بره البيت، يعني الزوج يتكل على حد تاني يحل له اموره، او الانسحاب من الامر هو كده وبلاش وجع دماغ وبلاش مشاكل وبتاع وانا اطلع بره وجع الدماغ بان انا اعمل الامر بالشكل ده، غلط. لا ده ولا ده، فالوسطيه في الامر مين اللي يحكمها؟ الادوار. مين اللي يحكمها؟ تحديد المهام. مين اللي يحكمها؟ واصبر على الامر ده لو موجود ولا لا، ولا اطلب الطراء، القوانين اللي بنحطها او الاتفاقات اللي بتحطيها مع الزوج. الوضع ده هنمشي فيه ازاي؟ موضوع شغلي، موضوع زيارات الاهل، موضوع الاولاد، اسلوب التربيه في الاولاد، مين يقوم على الامر الفلاني، طيب مين اللي هيوصل القيمه الفلانيه؟ في اتفاقات، في كلام. ما يتجوز بقى فرحانه والدبله والخاتم والفستان والسيشن والخروج وانا فاكره ان الزواج راحه، لا ماشي، ما هو لا ضايق، ما انا برضو مش عايزين نقص الامر ده. في زوج بيكلمني يقول ايه؟ اصلها جايه وفاكره ان الزواج راحه وخروج وفسح، ايه المشكله لما يبقى كده؟ ايه المشكله لما يبقى الزواج متعه وسكن وهدوء نفسي ويعني نوع من السعاده يعني؟ وفي نفس الوقت ان في حياه وفي مسؤوليات، ولكن الاثنين يشيلوا بعض، وانا اتحمل ازاي المسؤوليات؟ واتحمل ازاي المهام؟ واتحمل ازاي يعني قدر الحياه؟ الا اذا كان معايا داعم من الله عز وجل وايماني ونوايايا، ومعايا شريك بيقدر، معايا شريك اخر عارف يعني ايه دور زوجه، ويعني ايه هي الامر ده على نفسيتها، يعني ايه اطبطب عليها، ويعني ولا يهمك انا راضي، مش انت يهمك كذا، والله انا راضي عن الله. طب اترك لي هذا الامر، ده انا هل درم يعني، انا هحل الامر ده خلاص انتهينا. ما عندي مالكيش دعوه، ده الراجل، دي القوامه اللي احنا عايزين نشوفها. نعم. ان الست اما تيجي تقول كذا تصدري نوبك ثواب، صدريه حل وصدريه ياخد، صدريه للدنيا واعمليه، وتبقى هي اللي في كنف زوجها حمايه وسند. يعني الوضع اللي احنا شايفينه ان في اتنين بحال نديه وتسلط وعند رهيب رهيب، يعني مفيش مشكلة، لكن لما بيجي يعرضوا المشكلة عند في الطرف ده وعند في الطرف ده، مش انا هو اللي غلطان. طب ازاي احنا نبتدي نحل وطرف من الاطراف رافض؟ اصلا مش غلطان، اصلا مين قالك ان هي اللي غلطان؟ ده انت عملت، ما هي بقى اللي ودتني واجبرتني على التصرف. ليه وانت يعني مسلوب العقل؟ وهي تقول لك لا انا ما كنتش بره طوعي، وانا كان طب معروف عنك العياط والبكاء. وانت عارفه والله، اسمع مني يا استاذه منى، واسمع مني يا كل اللي بتشاهدوا البث ده. نعم. المقطع ده هيتقطع ويتعمل، صدقوني. المراه اللي بتيجي تعبر عن امورها فتبكي، او المراه الحساسه، او المراه اللي تيجي مثلا تعمل وتلاقيها بكت ومش قادره، اطيب خلق الله، قلبها تميس نظيف نظيف وقلبها جميل وسهل التعامل معاها، الشخصية دي والنوعية دي سهل جدا التعامل معاها. ليه؟ في قلبها جواها، هي مش بتبكي. فيجي الراجل يقول لك ده بتبكي وكل حاجة، ده عيطة وبكاء وعمالة وكلمت أهلها، وهي ما لقيتكش أنت موجود. ليه نضطرها؟ لا هي متعودة على كده، عودها على حاجة تانية. هي متعودة تتصل بأهلها وتقول للحنينين، خليها وريها الحنان اللي عندك. خلي أنت المرجعية رقم واحد عندها. خلي انت السند والدعم والحمايه، ويوم لما تقول فين زوجها عشان تحكي له، هو ده
أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم. اللهم امين، اللهم تفهموا آمين النقاط يا دي، رب. اللهم امين. آمين.